السلام عليكم. درسنا اليوم ورقة عمل عن المفعول معه. ضروري كل الطلاب والطالبات يحلوا هاي الورقة وبعثوا لنا إياها على الجروبات نشوف الحل صح ولا لا. السؤال الأول، عين المفعول معه في الجمل الآتية: يتراجع الاستعمار ووعي الشعوب، يغني المطرب وإيقاع الموسيقى، تحركت الفرقة والقائدة، يذهب الناس والليلة عندما يرفع آذان العشاء. الجملة أو السؤال الثاني، اجعل الكلمات الآتية في جمل مفيدة بحيث تكون كل منها مفعولا معه: هي السماء، الورد، والرصيف. السؤال الثالث، أعرب ما تحت خط في الجمل الآتية: سارت أسماء والشاطئة، رجع المزارع وغروب الشمس، مشى الصبي والشهر العاشرة. ضروري الجميع يحل ورقة العمل يبعثونا إياها على الجروبات. شكراً.